بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلنا إلى كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، يعني هذه أول محاضرة في هذا الكتاب. وخطاب الإمام الغزالي تعبيرا عن آداب المعيشة وأخلاق النبوة كلام جميل جدا، يعني يطيب للإنسان أن يستمع إليه. قال الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه. وفي الحديث وإن كان يا أبا فادي، أبو فادي وإن كان هنالك حديث قد يكون في سنده شيء، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدب النبوة، الأنبياء يصنعون يحفظون، وأدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبه وزكى أوصافه وأخلاقه ثم اتخذه صفيه وحبيبه ووفق لإقتداء به من أراد تهذيبه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه، نعوذ بالله عز وجل من الخيبة. وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا. أدب وحسن وزكاة وتهذيب. قال أما بعد، فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، ترشح من الباطن على الظاهر، ترشح من الباطن على الظاهر. في أزمات السير كما رأينا لسنوات وكما رأيت اليوم، هي سلوك الناس في أزمة السير إجمالا ينقسمون إلى قسمين: معصب أو إنسان هادئ، ومنهم من يصيح والسيارة التي أمامه واقفة والتي أمامها واقفة، والسير السيارة مش ماشية، السيارة مش ماشية. الزامور والصراخ وتعبير الوجه هذا ظاهر. انتبهت؟ قال الإمام الغزالي فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، ما رشح. قال لك التقيت أنا وفلان على مفترق طرق وقال لي تفضل، وقال لي إيش؟ بالإشارة بالكلام قال تفضل. هذا أدب ظاهر، دليل إن شاء الله على أدب باطن. وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، حركات الجوارح ثمرات الخواطر. حينما تحدث الإمام الغزالي عن صوم الجوارح، صوم العموم، صوم الخصوص، صوم الجوارح، تصوم العينان عن الحرام، فإذا تتبعت العورات فهي ثمرة الخواطر، ويصوم اللسان
فإذا اغتاء فهو ثمرة الخواطر، وتصوم اليدان عن البطش والسرقة والغش فهي ثمرة البواطن، ثمرة الأفكار، وتصوم الرجلان عن المشي إلى الحرام، وتصوم كلك ثمرة إيه؟ البواطن. آداب الظاهر تعبير ترشح عن البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، يخطر بالبال فيسلك، والأعمال يعني فإن الأعمال والأعمال فنتيجة الأخلاق. والأعمال نتيجة الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليها. حينما تحدثوا عن الذنوب، هنالك ذنوب ظاهرة، هنالك ذنوب مالها ظاهرة تسجلها الملائكة الكرام، تسجلها الملائكة الكرام. طيب وما لذنوب الباطن؟ كيف تعرفها الملائكة؟ الله عز وجل يعلم السرائر، لا يخفى عليه خافي، لا يخفى عليه شيء في الكون سبحانه وتعالى. قالوا للذنوب رائحة، للذنوب إيه؟ رائحة كريهة يشمها، هكذا قالوا. ولكن يمكن أن نضيف، ولعل في الكلام هذا إن شاء الله يكون فيه صواب، يكون على الوجه ظلمة من الأفعال. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم يسعى نورهم بين أيديهم، نور الأعمال الطيبة، نور الإيمان، نور الورع، نور الخشية، نور الخشوع. وكما أن هنالك نور هنالك ظلمة والعياذ بالله. ويرى بعض الناس على بعض الناس ظلمة شديدة، يرى بعض الناس على بعض الناس ظلمة إيش؟ شديدة. وللمؤمن نور، وللمؤمن نور، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أصفر وهذا أسود، وهذا هي قضية النور الذي على الإنسان يرشح من الباطن إلى الظاهر، وأنوار السرائر هي التي تشرق على ظواهر فتزينها وتجليها، وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. ولم يخشع، ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. تريد أن تتجمل، تريد الحسن، تريد إيه؟ الحسن، عليك بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي كلام السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة، لئلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب. ثم
ثم رأيت كل كتاب من ربع العبادات وربع العادات قد أتى على جملة من الآداب، فاستثقلت تكريرها وإعادتها، فإن ظل الإعادة ثقيل، إن ظل الإعادة ثقيل، والنفوس مجبولة على معادات المعادات، على معادات القضايا التي يعيدها الإنسان مرة تلو أخرى. فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد. فأسردها مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد ليجتمع فيه مع جميع الآداب تجديد الإيمان. قال بعض السادة الصوفية في مقدمة كتابه أن تصوف كله أدب، قال أن تصوف كله أدب، فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في التصوف. والأخلاق وأدب، التصوف كله أدب، فمن زاد عليك في الأدب زاد عليك في التصوف. وكانوا يتلقون الأدب والعلم معا. ماذا تأخذ عن العلماء؟ الأدب والعلم معا، وليست قضية المعارف فقط دون الآداب، ليجتمع فيه مع جمع الآداب تجديد الإيمان وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة. انظر إلى وصف الإمام الغزالي أنك حينما تقرأ عن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا، فكيف مجموعها التي يشهد أحدها؟ ولو أخذت أدبا واحدا، ولو أخذت أدبا واحدا على القطع بأنه أكرم خلق الله، يشهد أحدها بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا، فكيف مجموعها مجموع هذه الأخلاق؟ ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار، ليكون ذلك معرفا مكارم الأخلاق والشيم، ومنتزعا عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم. والله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد المرسلين في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين، فإنه دليل متحيرين ومجيب دعوة المضطرين. الجاحد لنبوته صلى الله عليه وسلم، إما جاحد لكل النبوات، وإما يجحد نبوة صلى الله عليه وسلم، نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. الجاحد للنبوات يعني الجاحد للدين، الملحد كما نقول اليوم. والأمر يعني يظن الناس أنها مسألة معقدة. انظر إلى الرواية عن
نظرية الانفجار الكوني. حتى الملحد المختص بالفيزياء الكونية يعلم تماما أنه قبل تلك اللحظة التي حصل فيها ذلك الانفجار الكوني، بداية الكون، قدروها ب14 بليون سنة ضوئية وزيادة. قالوا أنه لم يكن هنالك شيء قبل تلك اللحظة. طب كيف تقول أن أصل الأشياء هي المادة وأنت تعترف في نفس اللحظة بأنه لم يكن هنالك شيء؟ ما من ملحد من المختصين في الفيزياء الكونية إلا ويقر بأنه لم يكن هنالك شيء. وأما الذي يجحد نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد يكون سببه فقط لا غير الخوف من التغيير، جحود، ويعلم تماما أنه نبي الله. استمعت لكلام أستاذة كبيرة في السن يهودية باللغة الإنجليزية عن طريق اليوتيوب، يعني ليس شخصيا مباشرة، تتحدث عن نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وتقول عما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التجربة تلك التجربة هزت، ألم يعد إلى السيدة خديجة رضي الله عنها. وطمأنت لأنها تعلم من هو صلى الله عليه وسلم. سنوات طويلة وهو معها ولم يذكر شيئا من هذا، وهو الأمين وهو الصادق الأمين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، حينما قال إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق. كان هنالك أخلاق في العرب في الجاهلية؟ كان هنالك كرم؟ نعم. وحاتم حينما ذبح فرسه وحصانه وكأنه يفعل ما يفعله العرب، وكانوا يصدقون القول. أبو سفيان رضي الله عنه حينما التقى بهرقل هنا في بيت المقدس سأله عن الرسول صلى الله عليه وسلم فخاف أن يؤثر عنه الكذب، ولم يكن قد أسلم إيش بعد، فما بالك بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الأستاذة هذه التي قالت لو لم يكن هنالك من شيء يدل على صدق نبوته إلا رد فعله حينما تنزل عليه الوحي لكفى. هذا إقرار بالنبوة ولا ليس إقرار بالنبوة؟ قد يقول قائل لما لم تسلم؟ لا إله إلا الله، الأمر ليس لي وليس لك، إن شاء الله ربنا يهديها ويهدي جميع الخلق إلى ما يحبه ويرضى. سمعنا كلاما مباشرا من أساتذة ومن أكاديميين ومن حتى قساوسة يقول الواحد أنه يقر بنبوة صلى الله عليه وسلم ويظل على ما هو عليه. سبحان الله. ولنذكر فيه أولا بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن، ثم بيان جوامع من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ثم بيان جملة من أدابه وأخلاقه، ثم بيان كلامه وضحكه، ثم بيان أخلاقه وأدابه في الطعام،
ثم بيان أخلاقه وأدابه في اللباس، ثم بيان عفوه مع القدرة، ثم بيان إغضائه عما كان يكره، ثم بيان سخاوته وجوده، ثم بيان شجاعته وبأسه، ثم بيان تواضعه، ثم بيان صورته وخلقته، ثم بيان جوامع معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم، ثم بيان تواضعه. نصل إن شاء الله إليه، لكن أستبق، يعجبني جدا مجيء الأعرابي إلى المدينة المنورة يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين أصحابه، وكان بين أصحابه، والعرب لماحون فطنون، قضية القائف الذي ينسب، ومع ذلك سأل ذلك الجامع المبارك الذي فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألهم أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أحب إلي من حلوى الكرة الأرضية مجتمعة. هذا الحديث أحب إلي من حلوى الكرة الأرضية مجتمعة. يقول يسأل أيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إيش؟ لم يميز نفسه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، لا بمجلس، لا بسرير، ولا بلباس، ولا بحراسة، ولا بإنسان يحمل يذب عنه محفة وشيء من القبيلة، أيكم محمد صلى الله عليه وسلم. آية في التواضع، نبي الله يتواضع، فكيف بنا لا نتواضع على ما نحن عليه، على ما يعلم كل واحد منا ما عنده. ما عنده من الآثام والتقصير. هذا الحديث موجود عند البخاري وعند مسلم. الحديث تفضلت فيه موجود عند البخاري وعند مسلم. نعم. وهذا رجل عربي اللي هو ضمام ابن ثعلبة. نعم صحيح. نعم. وضمام ابن ثعلبة. نعم صحيح. بن سعد. نعم. بن بكر. بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال، كثير الضراعة والابتهال، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعائه. الإمام غزالي ذكر الصيغة التالية: اللهم حسن خلقي وخلقي، هو لفظه اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. حينما تنظر في المرآة فترى حسن الصورة، سبحان الله، في أحسن تقويم. لسنا على أربع، على عكس ما يقول الداروينيون، جماعة نظرية التطور، أننا كنا على أربع ثم إيش؟ تطورنا فوقفنا فاستقمنا. لا يوجد. نعم يا بس هاي المشكلة، لما لم يتطور ما يتطور،
ومن الأقوى على التطور؟ ومن الأقوى على التطور؟ التراب الأصم، التراب إيه؟ الأصم المعقم، كان معقما. والذي لا يعرف مفهوم التعقيم، درجة حرارة التعقيم عند طبيب الأسنان مثلا، عنده فرن صغير يعقم فيه الأدوات، على 165 مئوي. هذا الكون تتحدث عن حرارة قد لا يعقلها الواحد فينا. أترى الشمس كرة ملتهبة، هل يعيش فيها شيء؟ هل ينبت فيها شيء؟ الكون كله بدأ هكذا، بل الحرارة كانت أعلى وأشد. وشمسنا هذه أصغر من شموس كثيرة. نار، كون معقم. بدك تمشي في قضية البعد المادي الموجود عند الملاحدة، الأصل أن لا نكون، لا أنا ولا أنت في الوجود، ولا الشجر ولا الورد ولا التفاح ولا معقم. أيهما أقوى؟ التراب المعقم على التطور، أم الإنسان الذي قالوا أن له حوالي 100 بليون خلية من الخلايا العصبية في الدماغ؟ 100 بليون لا يقوى على تطوير شيء، أن يغير شيئا. لا نتحدث عن السيارات والطيارات، هذا كله من توفيق الله عز وجل، هذا كله من توفيق الله عز وجل. لكن نتحدث، هل يمكنها أن يوجد عينين في قفا الرأس، ذراعين آخرين؟ سبحان الله، لو كان كذلك لكان منفرا. هي النفوس المبتغى في النهاية إيش؟ تزكية القلوب. لو أتينا بكيس تراب معقم مختوم، لو أتينا بكيس تراب معقم مختوم، فهل سيولد فيه من النباتات مثلا شيء غدا؟ قولا واحدا لا، ما دام معقما لن يكون هنالك نبات فيه. بعد غد نفس الشيء، لن يكون فيه نبات. بعد أسبوع لن يكون فيه نبات. بعد سنة لن يكون فيه نبات. بعد 1000 سنة لن يكون فيه نبات. مدام معقم، هذا الكون تعقيمه أشد من إمكانياتنا في التعقيم، لا تذكر. نعم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، من سيء الأعمال. فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. فأنزل عليه القرآن وأدبه به، فكان خلقه القرآن، كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، اللهم آمين، فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أما تقرأ القرآن؟
أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ما من خلق إلا وكان متمثلا في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.